أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهما في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذا تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نخصصه لتفسير الربع الثالث من الحزب 47 في المصحف الكريم، ومن الآيات التي تستلفت النظر بوجه خاص في مطلع هذا الربع، وهو في نفس الوقت فاتحة سورة غافر المكية التي نحن بصدد تفسيرها الآن. قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ في هذه الآيات وصف موجز للصراع المستمر القائم بين الحق والباطل والضلال والهدى، ووصف للمعركة الفاصلة بين الاثنين، وتعريف بأن مآل هذه المعركة دائما إلى غلبة الحق وانهزام الباطل، وبأن العقاب الإلهي يتدخل في نهاية الأمر ليضع حدا لكذب المكذبين وجدل المبطلين. وها هنا يكشف الحق سبحانه وتعالى النقاب عن حقيقة كبرى قلما يلتفت إليها كثير من الناس، ألا وهي أن جميع ما خلقه الله من العوالم والأكوان بما فيها من جماد ونبات وحيوان يدين كله بالطاعة لله ويسبح بحمده ولا يجادل في أي آية من آياته ما عدا شرذمة مستهترة كافرة من بني الإنسان، هي التي تجادل في آياته، وهي التي تقف موقف تحدي لتوجيهاته، وهي التي تتبرم بطاعته وتتصدى لمعصيته. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لكن الله تعالى يطمئن رسوله المؤمنين في نفس الوقت على أن مصير هذه الشرذمة من الكافرين سيكون مصيرا مفجعا ومفزعا، وإن كانوا يتظاهرون بالكبر والجبروت والاستعلاء، وأن ثمرة الوحيدة التي سيجنونها من جدالهم في آيات الله وتصديهم للكفر به عنادا واستكبارا لن تكون إلا الخيبة والبوار والهزيمة المرة في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانية. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ولقد صدق الله نبيه وعده، فقد انهزم الشرك والمشركون في جزيرة العرب أولا ثم في غيرها من بقية أطراف العالم ثانيا، وظهر الإسلام على غيره من المعتقدات الباطلة في كثير من بقاع المعمور، وها هو لا يزال يشق طريقه المرسوم إلى أن يتم له النصر والظهور. وكما مرت في الربع الماضي آية خاصة في خاتمة سورة الزمر تصف وضع الملائكة وهم حول العرش يسبحون الله ويحمدونه، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فقد جاءت في هذا الربع نفسه آية كريمة أخرى تهز أعطاف المؤمنين الصادقين، إذ في هذه الآية الكريمة تحدث كتاب الله عن حملة العرش من الملائكة بأنهم إلى جانب كونهم يسبحون بحمده فإنهم يتطوعون بالاستغفار للذين آمنوا من أهل الأرض. في هذه الآية حكى كتاب الله نفس الأدعية التي يدعو بها الملائكة ربهم في الملأ الأعلى لخير المؤمنين، مما يعطي الدليل القوي على متانة رابطة الإيمان التي تجمع بين ملائكة السماء والمؤمنين في الأرض، وتوضح إلى أي حد بلغت درجة التعاطف
والتجاوب بين هذين الفريقين من المؤمنين، وذلك قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فها هنا يبين كتاب الله لكافة المؤمنين في الأرض أنهم ليسوا غرباء في هذا الكون ولا مجهولين ولا معزولين، بل إن لهم إخوانا في الله يفكرون فيهم وفي مصيرهم عن بعد من عالم الملائكة من الملأ الأعلى. وتبين هذه الآية أن حملة العرش المقربين إلى الله هم إخوان للمؤمنين يتوجهون إلى الله في أدب وخشوع طالبين من الله لإخوانهم في الأرض توبة من واسع الرحمة ومغفرة من واسع العلم، ممهدين للدعاء بهذا النداء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم يدعون لإخوانهم المؤمنين التائبين الملتزمين للصراط المستقيم، يدعون لهم بغفران الذنوب والنجاة من الكروب: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولا يكتفون بهذا الدعاء وحده، بل يضيفون إليه دعاء ثانيا يتضمن التماسهم الوفاء من الله بوعده الصادق وإدخال المؤمنين إلى جنات عدن. وها هنا لا يقصرون الدعاء على المؤمنين وحدهم، بل يدرجون في دعائهم ويدمجون في التماسهم كل من صلح من آباء المؤمنين، من أزواج المؤمنين، من ذريات المؤمنين، سائلين لهم من الله جميعا الرضا والرضوان والالتحاق بهم في جنات عدن، تتميما للنعمة عليهم بجمع الشمل في دار البقاء بعد انتثاره في دار الفناء. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله تعالى على لسان الملائكة: ومن صلح، إخراج لمن لم يكن من الصالحين من آباء المؤمنين أو أزواجهم أو ذرياتهم. فهؤلاء لا يلحقون بهذا الركب الصالح في الآخرة بعدما فارقوه عقيدة وسلوكا طيلة حياتهم وهم في الدنيا، إنه عمل غير صالح فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويختم حملة العرش من الملائكة دعاءهم المستجاب في الملأ الأعلى لخير المؤمنين بالتضرع إلى الله أن يحول بين المؤمنين وبين ارتكاب السيئات، وأن يحميهم من العثار في مزالقها والسقوط في مهاويها، مبينين أن وقاية الله للمؤمن من ارتكاب السيئات تعد أجل رحمة وأعظم فوز، إذ أن السيئة تدعو إلى مثلها
حتى تجر صاحبها إلى الهلاك والبوار ويكون من أهل النار. واقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله تعالى هنا واقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، يدل على أن المعنى الأصلي المراد من استعمال كلمة التقوى هو أن يجعل المؤمن بينه وبين ارتكاب السيئات وممارستها حائلا قويا وحاجزا حصينا، وأن يتخذ للوقاية منها جميع التدابير. ويمضي الحديث في هذا الربع من كتاب الله في وصف ما أعده الله من العقاب والعذاب لمن دعاهم الرسول إلى الإيمان فأصروا على الكفر والضلال، ووصف ما ينالهم يوم القيامة من مقت الله وخزيه البالغ، علاوة على المقت الذي يشعرون به آنذاك من أنفسهم نحو أنفسهم من أعماق الأعماق. وذلك قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. لكن لا سبيل لهم إلى الخروج ولا رجاء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويسجل كتاب الله ما يتميز به هذا الموقف في يوم القيامة من الهول والجلال والسلطان الإلهي المطلق والعدل الإلهي الكامل، إذ يقول فالحكم لله العلي الكبير، ويقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، ويقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ويقول في النهاية والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.